السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندي إلا العتيبي والعلوي صح؟ من اللي كانت معي مساعة في متوسطة واحد. فكنت أبث من الجامعة من الكلية فما استطعت، فرجعت إلى البيت، البيت أفضل. فلذلك إن شاء الله نعوضها بغدا إن شاء الله. طبعا الآن عندنا إحنا محاسبة في المنشآت الغير ربحية، ما تظن يا بنات نسوي مراجعة؟ إيش رأيكم يا بنات؟ بندري مريم، يا ريت يعني موافقين. يلا يا بناتي ناخذ مراجعة. بنات، لو قلنا من أهداف الموازنة العامة للدولة، الموازنة العامة للدولة في هناك أهداف تخطيطية وإدارية ورقابية، هل هذا صحيح أو خطأ؟ لو جبنا اللي هو سؤال أعيد لكم، من أهداف الموازنة العامة للدولة أهداف تخطيطية وإدارية ورقابية. بارك الله فيك يا البندري. صحيح العبارة أن من ضمن أهداف الموازنة العامة للدولة موجود عندكم في المذكرة اللي أنا وضعتها لكم في منتدى المناقشات، هناك في أهداف تخطيطية وهناك في أهداف إدارية وأيضا هناك في أهداف رقابية. طيب لو قلنا، انتبهوا وياي دققوها في هذه البيانات، لو قلنا البيانات بالنسبة إلى قارنا الموازنة العامة مع الميزانية العمومية، يعني قائمة المركز المالي، لما نقول الميزانية العمومية، لو قارنا الموازنة العامة والميزانية العمومية، طبعا اللي هو الموازنة العامة الأولى وبعدها اللي هي الميزانية العمومية. لو قلنا الموازنة العامة والميزانية العمومية فعلية، أنا أقصد انتبهوا معي يا بنات، أن الموازنة العامة فعلية وأن الميزانية العمومية فعلية، هذا ألف، أو الموازنة العامة شرطة الميزانية العمومية ب تقديرية، فاهمين هذه؟ يعني أن الموازنة العامة تقديرية والميزانية العمومية تقديرية، أو جيم فعلية تقديرية، يعني الموازنة العامة فعلية بينما الميزانية العمومية تقديرية، أو الموازنة العامة والميزانية العمومية تقديرية فعلية، هذا دال معناها أن الموازنة العامة تقديرية وأن الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي فعلية. الإجابة في الأول، ما شاء الله عليك مريم والبنتري أيضا.
هذا بالنسبة إلى الإجابة، فالإجابة طبعا اللي هي دال أن الموازنة العامة هي تقديرية، ودائما الموازنة العامة أو ميزانية الدولة تكون تقديرية مستقبلية للسنة القادمة، بينما أنتم عارفين في قائمة المركز المالي أو الميزانية اللي هو العمومية تعتبر فعلية للسنه المنتهيه، للسنه المنتهيه. طيب لو قلنا ان بيانات الموازنه العامه هي عباره عن الاصول والخصوم، الموازنه العامه، او ان هي موارد ونفقات، او الموازنه العامه اصول ونفقات، او دال خصوم وموارد. اعيد، بيانات الموازنة العامة أصول وخصوم، موارد ونفقات يعني شرطة نفقات، أصول شرطة ونفقات، دال خصوم وموارد. بارك الله فيكم، اللي هو الإجابة اللي هو باء موارد ونفقات، بيانات تمكن صحيح، اللي هو بيانات الموازنة العامة هي عبارة عن موارد ونفقات، فلذلك دائما تقدر الموارد بكذا وتقدر النفقات بكذا. طيب لو قلنا يتم إعداد الموازنة العامة على مستوى يتم إعداد الموازنة العامة على مستوى، هل هو على مستوى الوحدة التنفيذية أو على مستوى المحافظة أو على مستوى الوزارة أو على مستوى الدولة؟ بالنسبة للموازنة العامة، هل يتم إعدادها على مستوى الوحدة التنفيذية أو المحافظة أو الوزارة أو الدولة؟ إن شاء الله طبعا اللي هو الدولة، فتتم إعداد الموازنة العامة على مستوى الدولة. طيب تسمى الموازنة قبل اعتمادها، قبل ما تعتمد عندنا طبعا على سلطة عندنا اللي هو في الدولة، قبل ما تعتمد هل تسمى مقترح أو مشروع أو رؤية أو خطة؟ الموازنة قبل اعتمادها هل هي عبارة عن مقترح أو مشروع أو رؤية أو خطة؟ مشروع. تشوفونها أيضا موجودة في المذكرة اللي أنا وضعتها اللي هو من الكتاب اللي هو المحاسبة الحكومية. طيب لو سألنا عن الفترة الزمنية للموازنة العامة، هل هي تعتبر ربع سنوية؟ عادة يعدونها ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنة أو سنتين. سنة. غالبا ما تتضمن طبعا اللي هو الإجابة سنة، اللي هو الجيم، في الفترة الزمنية للموازنة العامة سنة 12 شهرا. غالبا ما تتضمن الموازنة فائض، هذا ألف، باء عجز، جيم ألف زائد باء يعني فائض وعجز، دال آخر شيء ألف أو باء، يعني معناها أنه يا فائض يا عجز ودال. طبعا غالبا ما تتضمن الموازنة يا إما فائض يا إما عجز. انتبهوا حاله أنتم صحيح، اللي هو الدال يا ألف يا باء، يا إما فائض يا إما عجز. انتبهوا لجيم، لأن جيم كاتب ألف زائد باء، وهذا منطقيا وعقديا لا يمكن أن الموازنة تتضمن في وقت واحد فائض وعجز، أو فرضا اللي هو الألف أن هي تتضمن فائض، لا، ربما تتضمن أيضا عجز.
طيب يستغرب عند إعداد الموازنة إحداث شو الشبيه له؟ يستهدف عند إعداد الموازنة، عندما نعد الموازنة، إحداث فائض، هل هو ألف باء عجز؟ يعني يستهدف عند إعداد الموازنة أن نحن نستهدف أن يكون عندنا فائض، أو نستهدف أن يكون عندنا عجز، أو نستهدف أن يكون عندنا ألف وباء اللي هو فائض وعجز، أو دال نستهدف عند إعداد الموازنة أن يكون عندنا توازن. توازن فعلا اللي هو يستهدف عند إعداد الموازنة، طبعا نهدف أنه يكون هناك توازن ما بين الإيرادات والنفقات اللي هو دال صحيح من بعد الموازنة. لو قلنا في هناك مبادئ للموازنة، هل من ضمن مبادئ الموازنة العمومية أم الخصوصية؟ طبعا أم أقصد به اللي هو الباء أو عدم العمومية أو الحيطة والحذر. أعيد، من مبادئ الموازنة العمومية أو الخصوصية أو عدم العمومية أو الحيطة والحذر. العمومية، العمومية، فلا يخصص إيراد محدد مقابل مصروف محدد، وإنما العمومية فتجمع جميع الإيرادات السيادية للدولة وتنفق في مرافق الدولة أو الوحدات الحكومية للدولة. لو قلنا تعد موازنة مستقلة، دائما اللي هو بعض الهيئات الحكومية والوحدات الحكومية تكون لها موازنة مستقلة. فلو فرضنا أن الموازنة مستقلة لجهات مثل الخطوط الجوية العربية السعودية، ب جامعة الإمام، ج طيران ناس، د وزارة الصحة. يلا يا بنات، اللي هو فعلا اللي هو الخطوط الجوية العربية السعودية، لأن فيها موجود إيراد. فائض الموازنة، فائض الموازنة المستقلة هي عبارة عن زيادة إيرادات وحدة حكومية اقتصادية أو زيادة مصروفات وحدة حكومية اقتصادية أو نقص إيرادات وحدة حكومية خدمية أو زيادة مصروفات وحدة حكومية خدمية. أعيد يا بنات، اللي هو الألف اللي هي عبارة عن زيادة الإيرادات. دائما تلاحظين مثل ما شرحنا اللي هو الفائض في الموازنة المستقلة إنه يمثل زيادة في إيرادات وحدة حكومية. طبعا الوحدة الحكومية اللي نقصد بها جميع الوحدات مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم وهكذا. طيب لو سألنا قلنا تبوب بنفقات الميزانية عندنا في السعودية إلى 4 أبواب، 5 أبواب، 6 أبواب، 10 أبواب. تبوب نفقات الميزانية السعودية، تذكروا لما احنا شرحنا المرتبات والمدنيين والعسكريين كم باب؟ تبوب نفقات الميزانية السعودية إلى يا إما 4 أو 5 أو 6 أو 10، اللي هو طبعا اللي هو 4 الأبواب اللي احنا أشرنا لها وشرحناها. يشار إلى الوزارات في اللي هو الميزانية السعودية باعتبارها فصول الوزارات مثل وزارة الصحة ووزارة النقل، فهل يشار للوزارة في الميزانية اللي هو السعودية في ميزانيتنا اعتبارها فصول صح أو خطأ؟ لو قلنا السؤال هذا في صح أو خطأ، ما فيه يعني يا ألف يا باء، اللي هو صحيح اللي هو الألف يشار إلى الوزارات الميزانية السعودية باعتبارها فصل، فكل وزارة لها فصل. يمثل بنك الدولة عندنا اللي هو في دولتنا المملكة العربية السعودية، هل يمثلها وزارة المالية أو بنك الإسلام للتنمية أو مؤسسة النقد العربي السعودي أو ديوان المراقبة العامة؟ طب وزارة المالية وديوان المراقبة العامة هذه طبعا تعتبر من ضمن
الإدارات التي تراقب الميزانية، لكن البنك اللي يمثل اللي هو الدولة ألا وهو جيم، مؤسسة النقد العربي السعودي. صحيح، بارك الله فيكم. لو قلنا الاعتمادات للوحدات الحكومية تتم بصورة، الاعتمادات للوحدات الحكومية تتم بصورة سنوية، الاعتمادات، هل العبارة صحيحة أو غير صحيحة؟ أعيد، الاعتمادات للوحدات الحكومية، الاعتمادات للوحدات الحكومية هل هي تتم بصورة سنوية؟ صح، تتم بصورة سنوية، لأن الموجود أيضا عندنا يأخذون باللي هو السنوية 12 شهر. يفترض أن مبلغ الاعتماد، يعني من المفترض أن مبلغ الاعتماد الموجود في اللي هو الموازنة يتم إنفاقه بالكامل، هذا ألف، أو إنفاقه وتجاوزه، يتجاوز الاعتماد هذا، أو تحصيله بالكامل، أو تحصيل نسبة منه. يفترض مبلغ الاعتماد، أعيد، يفترض أن مبلغ الاعتماد يتم، من المفترض أنه هل يتم إنفاقه بالكامل، كله كامل اللي هو ألف، أو إنفاقه وتجاوز ننفق منه ونتجاوز أيضا اللي هو من الاعتماد، أو تحصيله بالكامل، أو تحصيل نسبة منه. إنفاقه بالكامل، إنفاقه بالكامل اللي هو الألف، أنه يفترض أن مبلغ اللي هو الاعتماد يتم إنفاقه بالكامل. يتم إنفاق الاعتمادات في ضوء الأغراض المحددة سلفا، أو قرارات المسؤول الإداري للوحدة، رؤية الفريق العمل، أو رغبة المستفيدين. يتم إنفاق الاعتمادات في ضوء الأغراض المحددة سلفا. بارك الله فيك، فعلا يتم إنفاق الاعتمادات في ضوء الأغراض المحددة طبعا سلفا. طبعا في ظل الاعتمادات يستهدف تحقيق التوازن بين، هذا المفترض، في ظل الاعتمادات يستهدف تحقيق توازن هذا في الاعتمادات، هل ما بين النفقات والاعتمادات، أو النفقات والإيرادات، أو الأصول والخصوم، أو الفائض والعجز. هذا والله حق أن إيش اللي تقصدون به اللي هو الألف، اللي هو الإجابة طبعا اللي هو الأغراض المحددة سلفا، يتم اللي هو إنفاق الاعتمادات، الاعتمادات. لكن في ظل الاعتمادات يستهدف تحقيق توازن، إني أحقق اللي هو توازن. عن سؤال على أساس أشوف اللي هو الإجابات. آخر سؤال، في ظل الاعتمادات يستهدف تحقيق توازن بين النفقات والاعتمادات، اللي هو الألف، النفقات والاعتمادات. طبعا في الوحدة الحكومية يتم الاعتراف بالإيراد لحظة التحصيل، العبارة هذه صحيحة أو خاطئة؟ في الوحدة الحكومية كالوزارات أو الهيئات اللي هو الحكومية يتم الاعتراف بالإيراد لحظة التحصيل، لحظة التحصيل، هل هو صحيح أو خطأ؟ صحيح، فما نعترف بالنسبة إلى المحاسبة الحكومية، فنعترف بالإيراد لحظة تحصيله. طبعا في الوحدات الحكومية هل يحسب إهلاك، استهلاك مثل موجود عندنا في المحاسبة المالية؟ لو سألت هذا، هل موجود عندنا استهلاك؟ أنا أسألكم مباشرة، لا، غير موجود عندنا اللي هو الاستهلاك والديبريسيشن اللي احنا نحسبه في المحاسبة المالية في بالنسبة إلى الأصول الثابتة ما عدا اللي هو الأراضي، فاحنا نحتسب اللي هو الاستهلاك
هو عندنا 6 طرق من اللي هو الاستهلاك، انتم يمكن عارفينها: القسط الثابت، القسط المتناقص، والقسط المعدل. هذا بالنسبة إلى المحاسبة المالية أو إدارة اللي هو الأعمال، أو لكن بالنسبة إلى اللي هو المحاسبة الحكومية غير موجود عندنا احتساب الاستهلاك، فغير موجود عندنا احتساب الاستهلاك. أيضا اللي هو قائمة اللي هو الدخل، احنا نعد في نهاية اللي هو السنة بعد ما أنا بعد ما نسجل في اليومية، وبعد وننتهي إلى التسوية الجردية، وأيضا نعد الحسابات الختامية، ونعد قائمة اللي هو الدخل. هذا في اللي هو المحاسبة اللي هو المالية. قائمة الدخل هي المحصلة نهائيا لنعرف نتيجة النشاط من ربح ومن خسارة، فنأخذ الإيرادات ونخصم منها المصروفات، ونشوف هل في هناك عندنا أرباح. بشكل عام هل موجود عندنا أرباح أو خسائر؟ نجد هذا غير موجود عندنا في اللي هو النشاط الحكومي أو في المحاسبة اللي هو الحكومية. ليه؟ لأن بديهيا النشاط الحكومي مجاني، لذلك غير موجود عندنا اللي هو معرفة نتيجة النشاط من ربح أو من خسارة. أيضا ليس موجود عندنا قائمة مركز مالي للوحدات اللي هو الحكومية. قائمة المركز المالي اللي موجود عندنا الأصول ومقابلها الخصوم أو الالتزامات وحقوق الملكية، كلها موجودة عندنا في المحاسبة المالية، لكن بالنسبة للمحاسبة الحكومية غير هذا وارد في المحاسبة الحكومية. بديهيا لأن الوحدات الحكومية ليس لها رأس مال ثابت، رأس مال ثابت اللي موجود عندنا في المحاسبة المالية. طبعا في نهاية اللي هو العام يفترض أن يكون رصيد الاعتمادات. لو سألتكم يا بنات، لو قلنا بالنسبة إلى نهاية العام المالي، في أنا أسأل في المحاسبة الحكومية في نهاية العام المالي، يفترض أن يكون رصيد الاعتمادات اللي أنا وضعتهم، من المفترض هل يكون دائن أو باء مدين أو جيم صفر أو دال واحد صحيح؟ أعيد لكم: في نهاية العام، انتبهوا وياي، في نهاية العام يفترض أن يكون رصيد الاعتمادات، هذا صفر وهذا جيم. طبعا في نهاية العام إجابتكم صحيحة، يفترض أن يكون رصيد الاعتمادات صفر. رصيد الاعتمادات صفر، وهذا بديهيا. ليه؟ لأن أيضا يفترض أن الاعتماد يتم إنفاقه بالكامل، هذا من المفترض. أيضا من أهداف النظام المحاسبي الحكومي التحقق من أن الإنفاق في حدود المفروض أنه لا يتعدى في حدود الاعتمادات، وليس المتحصلات وليس الإمكانيات وليس الإيرادات، وإنما يكون في حدود الاعتمادات. هذا بالنسبة. طيب، له بعض الأسئلة. أنا بسأل بالنسبة إلى المنظمات الغير ربحية اللي لا تهدف إلى تحقيق الربح، هل هي تتقيد بالتعليمات النظامية أو القانونية، أو إن هي تتقيد بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها اللي إحنا درسناها أو أنتوا درستوها في مبادئ محاسبة واحد، المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، أو المنظمات الغير ربحية هذه تتقيد بألف وباء، معناها أن تتقيد بالتعليمات النظامية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وتأخذ
الأولوية للتعليمات النظامية، يعني تقدم التعليمات النظامية على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، أو الإجابة اللي هو ربما يكون اللي هو التعليمات النظامية، وتأخذ أيضا بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الأولوية للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. بالنسبة إلى بارك الله فيكم المنظمات الغير ربحية الحكومية تتقيد بالتعليمات النظامية، أو التعليمات لو قلنا التعليمات النظامية أو القانونية، وأيضا تتقيد بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وهناك أوجه شبه ما بين المحاسبة الحكومية وأيضا المحاسبة المالية، مثل ما أخذنا وشرحنا بالنسبة إلى القيد المزدوج. هناك قيد مزدوج هنا، وأيضا القيد المزدوج بالنسبة إلى المحاسبة الحكومية، لكن المحاسبة الحكومية تعطي أولويات للتعليمات اللي هي النظامية، فهي تأخذ من التعليمات النظامية والقانونية، وتأخذ بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، لكن لما يتعارض تعليمات نظامية ومبادئ محاسبية متعارف عليها، تقدم الأولوية للتعليمات النظامية في سبيل التضحية بأي مبدأ محاسبي متعارف عليه، فتكون الأولوية للتعليمات النظامية، للتعليمات النظامية. بارك الله فيكم. بندري بنت مريم، في عندكم أي أسئلة؟ يا بنات عندكم أي أسئلة؟ مريم تسأل. والله يا بنتي ما لا أعلم بالنسبة حق الريكومنديشن، ما أعلم، لكن استفسري وشوفي هل كان في إمكانية. يعني الريكومنديشن أنا أعطي اللي درستم يعني في الكلاس في البكالوريوس في كذا، نعطيهم ريكومنديشن. كنت ناوية الدراسات العليا. أنا أخاف إني أوعدك وبعدين أنسى، فأنا ودي إنك أنت اللي تسألين. أعلم إن شاء الله إني بسأل، لكن عاد اعذريني لو نسيت. فبالنسبة حق الريكومنديشن بسأل عنه، بسأل. واضح يا بنتي يا مريم؟ لأن النسيان أخاف أنسى أو كذا، فعلى الأقل أنت تتذكرينه. بإذن الله تعالى، بإذن الله، إن شاء الله، غدا إن شاء الله. ركزوا على اللي شرحناه، على اللي الأسئلة اللي طرحناها، على اللي بإذن الله، موفقين إن شاء الله مقدما.
انت يا بنتي يا مريم معانا في متوسطة واحد صح؟ سألت مساعة أو البندري هي معانا. بحاول إن شاء الله إني أضعها في نفس الوقت بإذن الله. و يعني بيكون البث من هنا لحتى هنا أفضل. بنت البندري عنده سؤال؟ بارك الله فيك، موفقة إن شاء الله. أنت يا مريم هو المكان يشتغل وتسكر المحور المتوسط. بالنسبة لك متوسطة واحد اللي هو الصوت، فكنت أنا أبث من الجامعة، فالظاهر انه ما تعرف على الميكروفون اللي انا كان عندي، فعادة انا ابث لكم من اللي هو اللابتوب حقي، فان شاء الله حتى غدا ان شاء الله من اللابتوب هذا اللي كان تسبب فيه اللي هو الصوت في الصوت. يعني ما سمعت مني أي صوت، متوسط واحد تقولين يشتغل ويتسكر، ما سمعت صوتي. ظهر يا الميكروفون يا إعدادات الصوت ما كانت مضبوطة. فننهي اليوم محاضرتنا على اللقاء إن شاء الله بكم غدا إن شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى في رمضان إن شاء الله كل طيبين وكل معين وكل معين إن شاء الله.
Что же делать?